شكرا للزميل عامر عبد الله. في الوقت القاتل كوريا تنتزع التعادل، تأخذ المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد أن كان المنتخب السعودي قريبا من قطع تذكرته للعبور إلى الدوري ربع النهائي من هذه البطولة. تراجع فيها المنتخب السعودي بشكل كبير وواضح، ومنح المنتخب الكوري فرصة العودة للمباراة من جديد. شوط بوجهين مختلفين، بدأه المنتخب السعودي بتقدم مبكر، وبعد ذلك أنهاه المنتخب الكوري بتعادل بعد سيطرة واستحواذ واضحين. كابتن زبير، وأكثر من لازم، نهاية المباراة 10 دقائق في دقيقة 80 إلى 10 دقائق الإضافية، صراحة بالشيء اللي شفناه في أرض الملعب كان متوقع أنه يسجل المنتخب الكوري، لأنه كثرة المحاولات تألق الكسار في مرتين، خطورة عارضة بكل المقاييس، أعتقد صارت سهلة عملية خلق الفرص، ولذا تراجع الفريق السعودي بشكل كبير لمناطقه، يخسر الكرة بسرعة رهيبة جدا. طبعا هذا كله أدى إلى مجموعة فرص انتهت بالهدف. أعتقد أنه مآل طبيعي للحالة النفسية والذهنية والبدنية اللي وصل لها المنتخب السعودي، واللي خلى المجال هنا شو الكسار بطريقة رائعة جدا جدا. لا جامي شال كم كرة، اثنين من الأبطال اليوم في المنتخب السعودي اللي قدموا مباراة كبيرة كبيرة جدا. الحالة البدنية هي السبب أم تدخلات مانشيني بعد الهدف هي السبب؟ لا، أنا أحطها لسببين مباشرين. أولا، انخفاض المعدل البدني للمنتخب السعودي اللي أدى إلى تراجع لا إرادي، ثلاث لقطات طلع فيها مانشيني يحاول يطلع لعيبة، لكن التراجع البدني يخليك ترجع في مناطق وتبقى. اثنين، تغييرات كلينزمان في دقيقة 64، بارك وتشو سونغ، صار الفريق يلعب 4-2-3-1. شاهدنا سونغ رقم 7 ولي رقم 18 يخرجون في مناطق مخفضة ويطلعون الظهيرين، في صار استركتشر فريق واضح جدا، في رأس حربة صريح. لذلك الأول، السبب الأول تعادل المنتخب الكوري، انخفاض المستوى البدني للمنتخب السعودي. ثانيا، تدخلات كلينزمان في بعد الدقيقة 65. الضغط يتحول الآن على المنتخب السعودي في الأشواط الإضافية، ما العمل من مانشيني زبير؟ لازم تنشيط نص الملعب، نص الملعب، روح الفريق بدنيا كأنه منتهي، الخيبري منتهي، لازمك حد يستلم الكرة ويخلي الكرة معاك شوية، لأنه الفريق يخسر كرة بطريقة مش طبيعية. عبد الرحمن غريب تخل ما لمس كرة أصلا من أصله، يعني أغلب الكرة كانت مع المنتخب الكوري. أعتقد تعديل نص الملعب بتغيير أو اثنين حتى. ما زال هناك المزيد من الأسرار في قمة الكبار، نتمنى أن تكون خضراء فيما تحمله من معطيات فيما تبقى من زمن هذه المباراة. العودة من جديد إلى استاد المدينة التعليمية، والزميل عامر عبد الله، إليك يا عامر.